أم المدارس لازم نفيق الحارة كلياتها لحتى عبادة يفيق ويروح. عبادة يلا عشان تروح على الزفت على المدرسة. هونك يلا يا زفت تتعذبني مثل كل يوم. رايحة فيها لأختك، الله يطعمك. أرجع لرأيك لسه نايم عبادة، الله يطعمك. يخرب بيتك انت لسه ما فقت. انا بفرجيك. انت يعني حتى البويبيج ما عاد ياثروا فيك. ايه بسيطه، ما في غير شخص واحد بلجأ له انا بهي المواقف، ابو عبيد. وين هذا المعقوم؟ انا لابس وجاهز، حتى شنطتي مجهزه مباشره. ليكو لابس وجاهز؟ ليش المشاكل؟ على فكرة هاي المرة اللي برا كانت بدها اياني اضربك، اكيد ظلم مو؟ اي والله مو مفترية وظالمة كمان. وطي صوتك، بدك تروحنا انت؟ طلع شكلك تعبان اليوم وما لك قدرة تروح. ايش رأيك تريح اليوم ما تروح على المدرسة؟ لا اقسم بالله كأنك قاعد جواتي، لك انا اصلا ما حدا بيفهم علي بالبيت هاد غيرك انت بس. نعسان وفارط ونعس لانه كمان. انا طالع ها؟ حقيقة. صباح الخير يا عبادة. اوف انت لسه ما رحت على الشغل؟ اتصلوا فيني من الشركة على الماكينات عطل وصاير عطل. المهم اليوم ما راح اروح على الشغل، انا هون معطل. ممتاز والله ممتاز، انت عطل وهو عطل واثنيناتكم خليكم قاعدين بخلط طول النهار بالبيت. شبهك مين هدول بده يعطوا كم؟ يخرب بيتك انت، ليش ما رحت على مدرسة اليوم ولاك؟ الصراحة اليوم الحصص كلياتهم عنا رياضة وموسيقى، بس ما حبيت اروح اضيع وقتي، قلت ببقى بالبيت وبعمل شي شغلات مفيدة. ايش هو القناعة اللي وصلت لها فورا؟ ما عرفتك انا، عم تضحك علي انت ولاك؟ فرجيني جدول الاسبوع تبعك. هذا اللي ما كنت حاسب حسابه، اطلع منا عبادة اذا تطلع. الجدول تبع الاسبوع تمام ليكم. كاتب لك اياه باول صفحه. فرجيني لاشوف اليوم شو. اليوم التلاتة اول حصه رياضه صح، مع اني مستغرب رياضه وما تروح. اللي بعده الحصه اللي بعدها عربي، علوم، رياضيات، كيمياء. شو هدول كل المواد الاساسيه اليوم موجوده؟ بصراحه هدول في دوران ام بي سي طول الصيف ما عرفت تعرض فيلم مثل عالم الخلق. اليوم ما رح يطلع فيلم بيحرق الاعصاب. وبالنسبه للمواد عربي وعلوم ورياضيات انا بحط الدور هذا وانا تصرفاتك وهيك بالله. والكيمياء ايش رح تعمل فيها؟ ايوه هاي النقطه اللي بدي اسال عليها انا كنت. بالنسبه للكيمياء بدي احط دروس مكثفه ولا تاكل هم، انا بعوضهم. دروس مكثفه؟ ايه تكرم عيونك انا بعطيك اياهم. ضو الصالون ليش لسه مشعول؟ يخرب بيتك انت، بكره مو عندك مدرسه؟ ليش لهلا سهرانه انسه؟ يلا بس يدفنونا البطل امي، فيلم بزعل كثير، فيلم وفيلم بجر فيلم وما بتنامي للصبح. طيب حلو، بما انك سهرانه انزلي تحت على الماركت اللي تحت، جيبي ما عنده خبز مشان بكره اعمل لكم سندويشات للمدرسه. لا 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 امي ما قدرة، تعبانه كثير انا. قولك امي بسرعه، بكره الصبح تجي بتقولي لي امي وين سندويشات؟ امي لوقت ما انزل هلا اروح وارجع وماركت وما بعرف شو، كل ما سندويشات بس انا ما بدي. قولك لا تجننيني معي، بكره الصبح ما في سندويشات. ها امي عبالك ما بدي سندويشات؟ خلص قولك ان شاء الله عمركم ما اكلتوا. بسيطه حطيتهم هيك حطيتهم امي. انا رايحه بسرعه. لحظه جيتك، امسكي هي مصروفك
ترجع بسرعة على البيت، ما تبركي على الطريق مسكي. لك ايه والله من ايدين ما نعدمهم. ايه صايم مي؟ وين السندويشات؟ ران صبايا بخسروا في هذا الجيم ما رح يشاركوا معنا مشان تعرفوا. يخرب بيتك خدوش صيت الساعة 5 لسه عم تعبي بالتليفون. هلا الأنسة اتصل. أنسة؟ أنو أنسة أمي؟ أنو أنسة؟ كمان نسياني؟ لك اليوم عندك درس خصوصي والأنسة رايحة اتصال. لك إيه صحيح؟ أنا ما كتبت وظيفة أعطتني إياها، لك ورا حضرت الدرس الثاني لسه عوري. خليكي الله لقيمك، بتضل تلعب بالتليفون نواف بتنزل زنقة الكليب، إن شاء الله هلا اتصل الأنسة. وي يا رب لحي يا رب لحي يا رب لحي. فين دفترك يا؟ ها وصلت الأنسة الحمد لله. وي تبهدلت أنا تبهدلت. هذا بابا الحمد لله. ولك حدا يفتح باب البيت شو بكون؟ ما سمعت أنا أبو عبادة. المهم اتصلت علي الأنسة واعتذرت قال ما رح تقدر تجي اليوم لأنه صار عندها حالة وفاة، مع اني اشك بهذا الموضوع، خامس حالة وفاة بتصير بهذا الاسبوع. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر. عطينا عمل لبعد يومين ثلاثة لسا. الله يوقعك بس يا خدوج، قولي آمين. لا 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 أنا لازم أحفظ وأركز منيح لهذا السؤال، ضروري كتير أحفظه. بسم الله ما شاء الله، وأخيرا ولد صحي لحاله وقاعد يحفظ. لأنه أكيد أكيد رح يسألوه هذا السؤال لسوزي، وسوزي ما رح تعرف تجاوب عليه، ورح يجي الأستاذ لحتى يضربه، رح يقول له افتحي إيدك. بقوم أنا مباشرة بقول له أستاذ لا أنت بنضرب بدل أستاذ. بيجي الأستاذ بضربني إلي والصف كلياته بصفق لي. ننزل على الباحة، بروح أنا على الحديقة بجيب لها وردة كبيرة تكون حمراء بقطف لها إياها وبجي بعطيها إياها ومنحب بعض ومنتجوز بعض ومنجيب أولاد حلوين كتير. طيب افترض الأستاذ سأل السؤال اللي ما أنت بتعرفه وسأل سؤال تاني وأنت ما عرفت الجواب وانضربت وقام جنبك مباشرة فيك أو الزيك يلي بيعرف الجواب وجاوب عليه مباشرة وخلص على البنت والصف كله يتصفق له وهو اتجوزه وعاشوا بسبات وبنبات وخلفوا صبيان وبنات. صح ممكن يسأل غير سؤال هو يجاوب عليه. أنا لازم بابا يا ابن الصرامي أنا بحدم قلبي لحتى تنجح وأنت عم تحفظ كلمات سوزي بدي أقطع بروحك وروحك. سوزي انشحن يا حيوان.